عندي سعاد الخولي اللي هي كانت نائب محافظ الإسكندرية، تم حبسها 4 أيام في آخرين في قضية الرشوة. قرر نائب العام المستشار نبيل صادق اليوم حبس سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية وأربعة متهمين آخرين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة في قضية رشوة بإشراف المستشار خالد ضياء الدين. النيابة أمرت بعد الانتهاء من التحقيقات اللي رأت فريق من المحققين فيها المستشار محمد وجيه بعرض المتهمين على قاضي المعارضات لنظر أمر تجديد حبسهم احتياطيا. تحريات الأمن بتقول إن نادية إنه نائبة محافظ الإسكندرية أضاعت 10 ملايين جنيه على الدولة وتقرت مبالغ مالية وهدايا عينية عبارة عن مصوغات ذهبية تخطط 1 مليون جنيه لصالح عدد من رجال الأعمال في منطقة غرب إسكندرية مقابل إصدارها أوامر لمنع تنفيذ قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإزالة المباني الموجودة على أراضي الدولة، واستغلت سلطاتها في تعطيل تنفيذ هذه القرارات وإعفاء أصحابها من سداد الغرامات المقررة لهذه المخالفات. التحريات أكدت أن الدكتورة سعاد الخولي تسببت في إهدار 10 مليون جنيه حق للدولة في هذه الغرامات التي استحقتها المحافظة على المباني غير المرخصة عن أراضي الدولة، تربحت من ذلك مستغلة سلطتها ووظيفتها. ناس بتقول لي دي المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وليس من المهنية أن أنتوا تذكروا اسم نائبة المحافظ. لا يا شيخ، هنقعد ندلل في الفاسدين ونقعد ندلل في أصحاب قصص الفساد الأسطوري زي ما كنا قبل كده، وفي الآخر بالقانون وبالتفاف حول القانون وبمحامين معروفين بأنهم أساتذة في الالتفاف حول القانون بيخرج هؤلاء. أنا امبارح حد قال لي إنه هتشوف هتخرج. تخرج إزاي؟ قال لي يعني في ضغوط وفي هذا البلد الناس تعودت وتربت على الإشاعات، على الكلام، على قيل وقال، كلام مبني المجهول. أصله ده فلان ده مسنود، أصله فلان ده محدش يقدر يقرب منه، أصله فلان ده واصل، أصله فلان ده حوت، أصل كل الألفاظ والعبارات والمفردات دي انسوها خلاص. احنا بنفكك الفساد، بنفكك دوائر الفساد. أول تفكيك في دوائر الفساد إن احنا ما نخافش من الفاسدين. الفاسد ضعيف، اوعى تتصور إن الفاسد قوي، اوعى تتصور ان هناك من يستطيع بجرأة ان يحمي الفاسد الا اذا كان فاسد زيه وهيبقى اخوف منه. النظيف ما بيخافش، النظيف اللي ما فيش على راسه بطحة عمره ما يخاف. احنا قدامنا بلد الفساد معشش جواها، وانا بقول كفوا عن تدليل الفاسدين. بقول تاني، الناس انزعوا رداء الخوف من الفاسدين. الفاسد ضعيف، واحنا خلاص البلد، الدولة، الإدارة الحالية، الرئيس قرر ان هو يفكك ويفتت ويحارب كل دوائر الفساد دفعة واحدة، مرة واحدة، بمنتهى القوة، بمنتهى الحسم، مهما كانت النتائج. مفيش حد كبير على المحاسبة، مفيش حد كبير أمام القانون، مفيش حد فوق راسه ريشة، كل الناس سواسية. لا تقول لي محافظ، ولا تقول لي وزير، ولا تقول لي رئيس وزراء، ولا تقول لي ده مسؤول، ولا تقول لي ده قاضي، ولا تقول لي ده ضابط. مفيش، كل يوم بيقع ناس. ياما كل يوم بنشوف، امبارح احد الضباط ممسوك بلفافات بانجو، رتبه في الجيش عميد او في الداخليه او عقيد او خلافه، وقبلها كان في قاضي ممسوك بيوزع براءات بيبيع براءات، وقبلها كان في حد في مجلس الدوله، وقبلها كان في حد، كل الناس في مجتمع واحد. الفساد زي العدو، والنظافة برضو زي العدو، والأجهزة الرقابية شغالة بسم الله ما شاء الله، كل يوم بنلاقي ناس بتقع. لكن أسوأ ما في الأمر إن هناك من يتعاطف مع الفساد، وهناك من يتعاطف مع الفاسدين. خد بالك، ده مش فلوسك، ده فلوس وحق الجيل دوت والأجيال اللي جاية. بلدنا والأراضي اللي اتسرقت واتنهبت والكلام ده كله بنحاول، والدولة بتحاول ترجعه. كل واحد المفروض يحاول ان هو يشارك حتى لو بصمته.